السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم بشكل محترم على رد نقيب الفلاحين على قرار السيسي وتطبيله وتعريصه للسيسي بسبب موضوع ارتفاع العيش. طبعا هو طلع وقال الرئيس اللي عمله دوت انتصار للغلابة وانتصار لرغيف العيش. انا مش فاهم يعني حد يترجمها لي وحد يعرفه ان التعريص له حدود، يعني ايه في سقف للتعريص، اما بتعدي السقف ده بيبقى اي حاجه تانية، يعني بتبقى حاجه تانية وحاجه وحشه قوي. يعني التعريص ده اصلا في حد ذاته سبه، فاللي انت عملته ده تجاوز السبه دي بكتير، فلازم يبقى فاهم كده. الحاجه التانية احنا عايزين نفهم برضو من ضمن الكلام اللي قاله، بيقول لك اصل العيش كان الناس بتنشفه وبتبيعه كيلو ب3 جنيه، ده بيحصل طبعا، وفي ناس بتقول بيعملوه بينشفوه بيطلعوه بيرموه للطيور، وفي ناس بتقول ده بينشفوه بيرموه في الزباله لحد ما يعفن. هو فعلا ده بيحصل، يعني انا معاك ان ده بيحصل، بس مش ده السائد، لكن ده بيحصل وفي حالات كتيره بالشكل ده. بس هو ده بيحصل ليه يا سياده نقيب الفلاحين؟ يعني المفروض انت فلاح وفاهم ده. ده بيحصل لان العيش اصلا ما يتاكلش، العيش جودته رديئه، يعني العيش حتى ما فيهوش حاجه تشجع الناس ان هي تاكله. يعني هل العيش مثلا هيبقى كويس؟ الراجل هيسيبه يرميه ويروح يشتري العيش بالشيء الفلاني مثلا؟ هيشتري العيش الطاق 3 ولا الطاق 4 عشان ياكل هو وعياله، ياكل عياله لقمه نظيفه؟ ما هو لو كويس صدقني الشعب مش عايز يصرف، الشعب مش في رفاهيه على فكره، والناس الغلابه مش في رفاهيه. هو العيش لو كويس يا نقيب الفلاحين ما كانش هيترمي. فهمت يا تغف؟